نبدأ من ملف الموصل، الملف الأبرز والملف الأهم، حيث أحرزت القوات العراقية المشتركة الجمعة تقدما هو الأهم منذ أسابيع بعد فرض سيطرتها على أجزاء واسعة من جامعة الموصل وجسرين حيويين يربطان ضفتي المدينة، إضافة إلى المجمع الحكومي لمحافظة نينوى. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى الجسر الثاني الجنوبي الذي يطلق عليه أيضا اسم جسر الحرية، وكذلك الجسر الحديدي القديم، وهما من بين 5 جسور على النهر الذي يمر عبر الموصل من الشمال إلى الجنوب. مضيفة بأن مسلحي التنظيم أقدموا على تفجير الجسور كافة على نهر دجلة بهدف إعاقة تقدم القوات العراقية نحو الجانب الأيمن. وأخاضت قوات مكافحة الإرهاب معارك عنيفة قبل استعادة مساحة واسعة من جامعة الموصل بعد عملية مباغتة شنتها في ساعة متقدمة من صباح الجمعة. وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة فرضت سيطرتها على مجمع الكفاءات عند مدخل الجامعة ومبنى المعهد التقني والأقسام الداخلية للطالبات الواقع في الجهة الشرقية من الجامعة، وأنها مستمرة بالتقدم. اقتحامنا لجامعة الموصل من جهة الشرق أو من جهة المنطقة الموازية إلى حي الصديق، واللي يكون في هذا المكان هو تحديدا المعهد التقني وأقسام للطالبات والطلاب. تم تجاوز الموانع اللي تم إعدادها من قبل الإرهابيين، وتم السيطرة على المعهد وأقسام المعهد وأقسام الأقسام الداخلية للطالبات. تم السيطرة على التلة اللي تسيطر على المعهد، وتم إنزال أكبر راية لداعش موجودة في هذا المكان اللي معروفة لدى الكثير من الناس أنه هذا هي رايتهم اللي تعتبر أعلى راية في الجانب الأيسر، أهم معقل لهم في هذا المكان، مع العلم أنه هذا المكان مقراتهم كانت تتواجد به، مقراتهم قياداتهم بالتأكيد لهم هنا تجهيزات ومعدات ومقرات مهيئة، فحاولوا تمسكون بها في البداية، لكن الاندفاع السريع والضربات القوية اللي تلقوها من أبطال الجهاز تنازلوا عنها بسرعة.